حسنا، ها نحن الحلقة الثانية وعنوان الحلقة من قصة الزواج هو ابدأ وأنت تفكر في النهاية أحب العنوان نريد من الجميع أن يبدأوا وهم ناظرون للنهاية لا نعرف ما قصة زواجك حتى الآن لكننا نعرف أنك يمكنك أن تكتب نهاية جديدة نريدك أن ترى كيف سينتهي الأمر كيف سيبدو الامر في النهايه؟ لأن النهايه السعيده يتكلم الناس عن الروايات والافلام، نريدها ان تنتهي بزواج العروسين، ثم حياه مديده سعيده. نراهم يقولون ثم عاشوا في سعاده، كيف؟ كيف فعلوها؟ توقف، اعد الشريط، فنحن نريد ان نعرف كيف تم هذا الامر، اخبرنا كيف؟ فالافلام لا تمتلك الاجابه، بالطبع لا يمتلكونها، نريد ان نرى كيف يحدث هذا. الحياه السعيده لا تحدث من ذاتها. إن كنا نريد ذلك فعلينا أن نعرف كيف. مثلاً حين أسافر أنا وأنت أيضاً تسافرين كثيراً حين أسافر أحب أن أستخدم جوجل للخرائط فأضع فيه العنوان أحب الأيفون فأضع العنوان في التليفون ثم يقوم بإرشادي للمكان وما يدهشني أن العديد يتزوجون بدون جهة يقصدونها حسناً نحن نخطط لكل شيء لكننا لا نخطط إلى أين سيذهب الزواج وهذا هو ما نريد أن نتكلم عنه. السبب الرئيسي لقطع الله عهدا مع إبراهيم وسبب قطعه عهدا معنا أن له هدفا منه. نعم كثيرا ما أسأل لماذا اختار الله إبراهيم للعهد؟ فيجيبون لأنه أبو الإيمان. لا، بل قد قال الله إنه اختار إبراهيم لسبب واحد، سبب واحد، وهو إنه كان يعرف أن إبراهيم سيعلم نسله. التكوين 18 -19. لهذا يبحث الله عن أناس يفهمون أن العهد الذي بدأوه لا ينتهي بهم، فالله يقول: أريد أناساً يفهمون أن عهدي معهم لا ينتهي بل سيمتد هذا العهد إلى ألف جيل كلمة العهد وردت 280 مرة في العهد القديم و30 مرة في العهد الجديد وكلمة العهد القديم والجديد هي هي كلمة عهد فالله يقطع عهداً مع شخص فنجد أن هذا العهد يمتد إلى آلاف الأجيال لأنه لما علم إبراهيم أولاده تباركت كل الأمم ويجب ان نعلم ان ما يحدث بين شخصين وهما وحدهما له تاثير على الاولاد وله تاثير على الناس وله تاثير على الامه نريد ان نؤكد انك ان اعتقدت انك انت محور الزواج اريد ان اعيش سعيدا لا اريد ان اتغير لن يكون زواجا ناجحا عليك ان تدرك ان زواجك سيؤثر على من تتعامل معهم ومن ياتون من نسلك اذا فالقصه اكبر من مجرد حياه زوجين بل تتعلق بالتاثير الذي سيتحقق التضاعف للتاثير الذي لكما كزوجين سيكون اكبر مما لكل واحد بمفرده فمهمتنا هي أن نحسن من زواجنا. أعلم أني أتحدث للعديد من الأزواج، وزواجكما البعض لا يرغب إلا ببعض التحسن ربما تكون الآن في إجازة أو أرسلتك كنيستك ولا تريد سوى أن تنجو بزواجك. نعلم أنه من الأفضل أن تحاول أن تنجو بدلاً من أن تدنس عهود الله. حسناً لكن هذا لا يكفي، لا تكتفي بمجرد البحث عن النجاة، لن تتمتع باتساع الزواج إن أردت النجاة فقط. تخطى هذا. أنا أشكرك أنك تريد أن تنجح زواجك، لكننا خدعناك. نعم خدعناك فعلاً. نريدك أن تخرج من هنا ولديك رؤية كبرى لزواجك. احب ما اخرجته من تعاليم كنيسه وستمنستر مكتوب في كتاب تعاليم وستمنستر هدف الانسان النهائي هو تمجيد الله والتمتع به للابد اذا فما هو هدف الله من الزواج تكلمنا قبلا من ملاخي وقلنا ان الروح يسكن التفاصيل لكن دعنا نرى ما يريده الله من الزواج مكتوب هنا انه يكلم ابناء الله لذا ينبغي أن تكون حذرا ولا تغدر بالمرأة التي تزوجتها، ثم يقول: أنا أبغض الطلاق، يقول إله إسرائيل. هذا كلام عميق وأريد من الكل أن يفهمني، فهذا كلام قوي ويحتاج إلى الانتباه. أنا أبغض العنف. توقفي هنا، أبغض العنف، أي تفكيك الأسرة، لذا فاحذروا. احذر حسنا آه، آه، حسنا لنتخيل آه، تمثال داود لمايكل انجلو تفكيك <applause> التمثال اتتخيلين شخصا ياتي ليفكك التمثال باستخدام الفاس وهذا حتى لا يقارن بما نفعله نحن من تفكيك لفن الله <applause> لقد قال احذروا لم يقل احذر الاخر بل احذر من نفسك كلام قوي قال الرب هنا احذروا لا تغدر عندما نسمع هذا قد نفكر في الزنا ومشابه لكن الله يقول لا تغدر بما يريده الله هناك امور نستمر فيها دون ان ندعها تغيرنا ان الله يطلب منا ان نقوم بما هو صعب ليس الامر مجرد ملء الارض لا يريد الله اطفالا ليملؤوا الارض لا يريد المزيد من الترنيم انه لا يبحث عن هذا ليس هذا فقط صحيح بالطبع هو يحب ان نكثر في الارض لكن الله يبارك ايضا زيجات بلا اطفال فما يحدث في الزواج هو اننا نصبح اولاد الله ناخذ اكثر من طبيعه الله صوره يسوع المسيح نعم وهذا هو هدف الله من الزواج أنا وللامانه انا لم اكن افهم الامر حتى توغلنا في كلمه الله فالزواج هو تعبير عن علاقه يسوع بالكنيسه فهو العريس ونحن العروس حسنا لذا يقول بولس انه سر وفي هذا السر هناك ايضا سر ان نكون واحدا كزوج وزوجه. هذه هي النهايه السعيده عند يسوع. النهايه السعيده عند يسوع هي افسس سبعة وعشرين وذلك لكي ياخذها لنفسه عروسا متالقه. حين يقول متالقه فهو يتكلم عن العظمه، الجمال المجيده، كنيسه مجيده. بلا شائبة أو تجعد أو أي عيب آخر، فهو يبتغيها نقية وبلا لوم. هذا هو الهدف من زواجه بنا. نحن عروسه. وكيف يحقق هذه المهمة؟ أجاب عن هذا في الآية السابقة، فقال: كما أحب المسيح كنيسته، وبذل نفسه من أجلها، لكي يقدسها بعد أن طهرها بغسلها بالماء. بالكلمة فكيف يمجدنا بأن يقول كلمته عنا أن يكون الكلمة فينا وهذا ينعكس فينا كزوج وزوجة فقد قال بولس في أفسس أربعة خمسة عشر نتكلم بالحق في المحبة وننمو لنكون مثل المسيح في كل شيء فالمسيح هو الرأس فبولس يقول إننا حين نتكلم بالحق في المحبة ننمو فنكون أبناء الله لاحظ انه لم يقل التكلم بالحق بل الحق في المحبه ولم يقل فقط المحبه لان لدينا طرفين في الزواج هناك اناس يستخدمون الكلمه للانتقام من الاخر وهناك اناس يكبتون الاحباط ويكبتون الاهانه ويقدمون محبه ظاهريه كلاهما خطا إن اردنا ان نكون كيسوع ونتكلم بالحق في المحبه فحين تضايقني ليسا فمن الخطا ان اسكت ما يجب فعله هو اولا الغفران ان يسوع غفر للناس اولا كثيرون يقولون ساغفر له ان اعتذر لو كان يسوع انتظر حتى نعتذر ما كنا خلصنا فيسوع غفر لنا على الصليب وقال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون يجب أن أعلم ما أفعله فإن جرحتك يجب أن أعرف بهذا يجب أن أغفر أولا لا أقدر أن أذهب لها وأتكلم بالحق في المحبة بل سأتكلم في الانتقام وهنا يصبح هذا سلاحا مدمرا حسنا دعوني أقولها لكم هكذا جون بيفير منذ ثلاثين سنة كان أنانياً جون بيفير منذ ثلاثين سنة لم يرى غير نفسه لكن بعد الزواج وليس تكلمني بالحق طول الوقت في المحبة تكلمني بالحق في المحبة كان الحق أكثر من المحبة لكن نعم ماذا قلت؟ بل تكلمت بالحق ولكن ليس في المحبة لسنين كثيرة بل كنت تتكلمين بالحق في المحبة كثيرا لكن هذا فتح عيني لأرى حقيقتي وأقول يا رب حررني من هذا الشيء لأننا حين ندخل في الزواج نكون كالخام الخارج من المناجم أتعلمون أنهم حين يستخرجون الذهب من الأرض لا يكون نقيا كهذا الذي نرتديه هنا بل به كثير من الشوائب أتعلمون ما عمل الفرن يجعل الفرن الشوائب تظهر على السطح أتعلمون ما عمل الزواج يجعل الشوائب تظهر على السطح ذات مرة قلت للرب من أين يأتي كل هذا ما الذي أربطه ما الذي أطرده من حياتي فقال لي لا يمكنك أن تطرد جسدك هذا ما قاله لي هذا لا ينفع فقلت للرب اشرح لي هذا لأني غاضب من ليسا فقال الرب انظر الى خاتمك فهو من الذهب الخالص ماذا يحدث ان وضعته في الفرن في درجه عاليه واعلم هذا الامر جيدا ثم قال ماذا سيحدث قلت سينصهر ثم قال وماذا بعد ذلك قلت ستطفو الشوائب على السطح النحاس والزنك والنيكل فقال ستظهر الشوائب قلت نعم ستظهر هل كانت هناك قبلا قلت نعم حقا فقال لم تكن تراها لكن الحراره اظهرتها لكني كنت انا اراها وما حدث حين تزوجت اني دخلت الفرن قال بولس من يتزوج سيعاني في الجسد اهلا مرحبا في الفرن لكن هذا للخير فهكذا نكون مشابهين لله هذا امر جيد ما. ونحن نريده اريد ان اتغير صوره يسوع أريد هذا الأمر أكثر من أن أكون صائبا أو أكون متكبرا أو أكون أنانيا، بل وأكثر من أن أكون سعيدا، هناك أمر علينا فهمه، هناك شركة آلام، وأحيانا ما نمر بأوقات مؤلمة، لكنها تعدك لأوقات القوة. قال بولس عن يسوع هذا الأمر في العبرانيين 12 ويسوع هو كاتب كل قصة زواجنا هذه هي وصفة الفرن فشاركينا بها بالضبط العبرانيين 12 عدد 2 و 3. لنثبت عيوننا على يسوع وليس على الآخر على يسوع على يسوع ولا حتى على نفسك لنثبت عيوننا على يسوع قائد إيماننا ومكمله لحظة لحظة قلت قائد ومكمل حسنا ليس فقط قائد لم يبدا فقط فلا بد ان توجد نهايه لاننا نبدا ونحن واضعين النهايه في اذهاننا سنكمل حسنا تفضلي فمن اجل الفرح الذي كان في انتظاره احتمل الصليب مستهينا بالعار هذه قوه الرؤيه عليك ان تعرف الى اين ستذهب فقد انهى يسوع مع الله وتحمل اي شيء امامه الصليب العار وقد أخذ الآن مكانه عن يمين عرش الله، فحين تجد نفسك في صراع إيمان، ارجع لتلك القصة ثانية بكل فصولها، مكتوب إنه تحمل العداوة الشديدة، وهكذا يتدفق الأدرينالين في حياتكم. حسنا، ها هو الأمر. هل شعرت يوماً بصراع إيمان عن زواجنا؟ بالتأكيد. يسوع يسوع، هل احتجتِ أدرينالين؟ احتجت قهوة. يسوع، يسوع كان يتبع ما يفعله الله دائما، وما يميز إلهنا بشدة عن الآلهة الزائفة الأخرى أن الله ينهي الأمر ثم يبدأه. فيسوع رأى الفرح الموضوع أمامه، لقد رآنا. حين ذهب للصليب لم يرى الصليب بل نظر من خلاله ورآنا هناك لم يرانا خطاطا لا نفع فيهم وإلا كان سينزل ويطلب من الملائكة أن يخرجوه لا يستحقون العناء بل رأى المنتج الأخير <applause> رآنا عذراء نقية طاهرة وستقدم له في الفرح العظيم وعلينا أن نفهم إن أردنا أن نكون أبناءه فيجب أن نعمل كيسوع ونعمل كالآب. وهذا هو المكتوب في إشعياء السادس والأربعين يقول: أنا الله ولا أحد يشبهني. أعلن النهاية من البداية. وهذا ما نعمله نحن. نعلن النهاية من البداية. وأغلب الناس يقولون: هذا شيء جميل، ثم يصدمون حين لا يبدو الأمر كما كان في البداية. لكن هذا لانهم يتقدمون للنهايه. إذا فالله هو مخطط مهمات، المهمة، فالمهمة هي ما تحركه ويخطط لها. إذا لديه مهمة ويخطط لكيفية الوصول لها. إذا أهم ما نقدمه في قصة حبنا هو كيف ننهيها وليست البدايه لكن اغلب الناس اهم ما يرونه في قصه حبهم هو كيف تبدا وليس كيف تبدا ثم يطلبون النجاه دعوني اخبركم علناً لدي هدفان كبيران في حياتي مع ليسا هذان هما هدف حياتي حين ينتهي زمننا على الارض كزوجين ان تكون تحبني حبا اكبر من يوم تزوجنا وهدفي الثاني هو ان اكون احبها اكثر من يوم تزوجنا هذا هو هدفي القوي وساتحمل اي شيء يقف في طريقي للحفاظ على هدفنا هناك اهداف في الخدمه لجماهير الناس التي يريدنا الله ان نخدمها كزوجين وهو هدف جميل لكن الهدف الاول اني لا اريد ان المس حياه الملايين بالكتب والخدمات والسفر فاجد لي ستقول حمدا لله اني انهيت زواجي لقد انتهى لا اريد ان اراه ثانيه يا رب اعطه قصرا في الناحيه الاخرى من السماء مر علي وقت قلت فيه هذا قلت يا رب سأبقى معه على الأرض بشرط أن تعطينا في السماء أماكن متباعدة أريد أن أنام هذا هدف لي أريدها أن تقول يا رب أريد قصراً سوياً وسأعطيها غرفتها حين أصدر أصواتاً لن تفعل ذلك في السماء لن أفعل هذا في السماء سيفتديني الله صحيح هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزا بيفيو؟ إن كنت وإن كان شخصا تعرفه يتحدث لغة غير الإنجليزية؟ ادخل على cloudlibrary.org اختر لغتك، اختر ما تريده من المكتبة الشاملة. كتب إلكترونية، منهج تعليمي كامل، فيديوهات وعظات مسموعة. سجل لتستقبل التحديثات لأشياء جديدة. اعرف المزيد على cloudlibrary.org اذن فالمهمه هي التي تحرك الله وهو يخطط لها أه كيف نحكم على السباق كيف بداوا السباق ام كيف انهوه كم مره بدا سباق خيل والحصان الذي كان يجري في مرتبه متوسطه كسب السباق بفارق كبير من الذي يتكلمون عنه الحصان الذي كسب السباق لن يتكلم أحد عن الحصان الذي كان في المنتصف أو الثاني أو الثالث وهذا يعطي أملا نعم حتى لو بدأت بداية سيئة لازال بإمكانك نعم. أن تنهي نعم بالطبع نهاية رائعة. ماذا يحدث لمن لا يشتركون في التأمينات ليكون لهم معاشا يدمرون في النهاية رأينا أمثلة لهذا اناسا يفتقرون في نهايه حياتهم لانهم لم يخططوا ماذا عن بناء بيت هل تعرفون انهم حاولوا بناء شيء في بوبلو بدون تخطيط وكان الامر كارثيا او ان اردت ان تبدا مشروعا كل رجال الاعمال الناجحين يعرفون انه يجب ان يكون لديك خطه عمل قبل ان تبدا هذا العمل قال يسوع احسب النفقة قبل أن تبدأ البناء وإلا لن تقدر أن تكمل لأن الأمر سيصبح صعبا هذا ما يجب أن نفعله في الزواج والكثير من الزيجات تفشل بسبب التوقعات غير الواقعية وغياب الرؤية والتخطيط وعدم الالتزام بالخطة والرؤية بالطبع وأنا أريد أن أكرر لا يهم كيف كان ماضيك لا يهم ما قد أحضرته معك إلى الطاولة، لا يهم، يمكنك أن تغير ذلك بالكامل، وأنا وجون لم نقم بذلك على أكمل وجه، لكن يمكنني أن أقول أننا قمنا به بشكل جيد، بمعنى أن زواجنا زواج صحي، ليس كاملاً، ويمكنك أن تحظى بزواج جيد حتى إن لم يكن كاملاً. يقول لنا يسوع: "لا يقول، لا أقبل سوى العمل الكامل، وهذا يعني..." يمكن أن يكون عملنا صحي عملاً جيداً، وفي النهاية تنتعش حياة آخرين بسبب حياتنا. عندما تزوجنا أنا وجون، كنا فقراء جداً، وكنا نذهب إلى المطعم الصيني معاً ونطلب طبقاً واحداً من دجاج الموشي وفطائر وصلصة كأطباق جانبية. وكان كل منا يأخذ فطيرتين ويدهنهما بالصلصة ونغمر الأرز، ثم نأكل هذا الطعام ونحلم. كنا نحلم كنا نتكلم عن كيف ستكون حياتنا حين ننجب اطفالا كان عمر زواجنا سنه واقل على ما اظن نعم. لاننا اتينا من حيث اسره جون عاشوا جيدا لكن ليس كما كنا نريد نحن ان نعيش اسرتي لم تعش عيشه جيده لذلك كنا نعرف انني لم احضر اي شيء الى زواجنا كنا نعرف اننا نموذج لما لا يجب ان يفعله احد عائلتك عاشت جيدا لكن كان هناك العديد من الامور التي كانت غير ما نريده فكنا نكتب على المناديل الورقيه مثلا في لحظه بدء الكلام تاتي افكار كثيره لن نعاقب أولادنا بمنعهم من الخروج سوف نعاقبهم بأن يعملوا كالعبيد ونكتب أو ما رأيك في المكافآت المالية لن ندفع لهم مكافآت مالية حين يفعلون ما يجب أن يفعلوه لندفع فقط حين نجعلهم يعملون عملا إضافيا فكرة رائعة ونكتبها أردنا أن يتحملوا المسؤولية بالضبط لأننا رأينا ما حدث مع إخوتنا أنا أكبر إخوتي كنت أعاقب بالضرب وكنت الوحيدة التي تعمل كانوا يدللون أخي كثير. كثيرا ولا يجعلونه يفعل شيئا، وكنت استغرب واتضايق، ثم اصبحت اقول لا الاطفال دائما يضربون لان فعاليه تاثير ذلك مختلفه تماما. كنا نتحدث عن العائله الفريده التي كنا نريد ان نبنيها، وكنا نحلم ايضا. كنا نحلم بجراه. نريد أن يكون لدينا منزلا يحب الجميع أن يأتوا إليه نريد أن نخلق بيئة فيها يدعو أولادنا أصدقائهم لا يهم أن يكون فخما نريده أن يكون دافئا ومريحا للضيوف وتحدثنا عن وضع عائلتين المادي في نهاية حياتهما والداي كانا يملكان الكثير من المال ومعه الكثير من الزنا والكثير من السكر والكثير من الطلاق ايضا فانتهى بهم الحال بلا شيء والداه كانا يملكان مالا اقل وكانا يدخران المال وقد فهما مبدا الادخار من اجل اولادهم كان يعيشان في مستوى اقل من مستوى ايرادهم ولم يحتاج والدي ابدا وكان يوفر لنا كل ما نحتاجه وهكذا بدانا نتحدث عن هذا الامر تحدثنا عن مالياتنا ووضعنا بعض الخطط واتخذنا قرارا بألا يكون علينا ديون على بطاقة الائتمان ربما يبدو هذا جنونا لكننا قلنا إن لم يعطينا الله أمرا لن نأخذه سوف نعيش بالمال النقدي قلنا سنعامل البطاقة كدفتر الشيكات لم نقدر أن نحصل على بطاقة أننا وقتها ندفعها في آخر الشهر <applause> اتخذنا قرارا سندفعها في آخر الشهر وهذه هي الأمور التي بدأنا نؤسسها كمديرين حتى نصل إلى مبتغانا فانا لم ارد ان يساعدني اولادي عندما نكبر في السن حدث هذا مع شخص من اهلنا كنا نساعده ونحن سعداء بذلك لكني لا اريد ابدا ان يحدث هذا لاي من اولادي لا اريد ان يعتني اولادنا بنا اريد ان يرعانا الله لكني اكتشفت ان الله يعطي الناس المال وهم يبذرونه فهم لا يدركون معنى التخطيط وقد ادركنا ان الامر يجب ان يتخطى اولادنا ويشمل احفادنا ايضا فحين يقول في سفر الامثال الاصحاح الثالث عشر والعدد الثاني والعشرون الرجل الصالح الرجل التقي يترك ميراثا لاحفاده هذا يجعلني ادرك اننا لا يمكن ان نقيس حياتنا باولادنا فقط يجب ان تروا كيف ينعكس الامر على الاحفاد أطفال إن لم تربي أولادك جيداً لن يربوا أولادهم جيداً لذا أحياناً لا تظهر النتيجة في الجيل الأول بل تظهر في الجيل التالي لذا تكلمنا عن رغبتنا في ترك ميراث لأحفادنا نعم وأردنا أن نكون في النهاية أصدقاء مقربين أردنا أن ننتهي كأفضل صديقين بالضبط لك غرباء لأننا رأينا الكثير من الناس حين غادر أولادهم المنزل قال غريبا. كل منهم للآخر من أنت؟ لأن حياتهم كانت كلها تدور حول تربية أولادهم لذا أردنا أن نعمل على حرصنا على كون زواجنا أولوية حتى لو بدت المواسم مختلفة أردنا أن تكون رغبتنا هي أن نقضي وقتا معا في النهاية أردنا أن نكتشف ما يمكن أن تنتجه وحدتنا من ثمار في حياتنا الأخرين. حين كنا في ذلك المطعم نكتب الافكار اسمعوا ما يقوله الكتاب في ملاخي ثلاثة ستة عشر في ذلك الوقت تحدث الذين يخافون الله فيما بينهم لم يقل تحدثوا معه بل فيما بينهم وأصغى الله لهم وكتب سفر تذكرة أمامه بأسماء الذين يهابون الله ويكرمون اسمه لذا ها نحن في ذلك المطعم الصيني نكتب الأفكار وكتبنا أشياء فيما بعد في شقتنا ما كان يحدث لم ندرك ذلك إلا بعد وقت كان الله يستمع إلى حديث ويكتب كتابا وهو لا يقول فقط اكتب الرؤيا في حبقوق يقول اكتب الرؤيا صحيح قبل ان تخطط للمشروع اكتب الرؤيا لكن الله يقول بينما انت تتكلم انا اكتب كتابا قال سوف و... اتذكر هذا الحديث ساتذكر حين يبدو الوضع مختلفا وهناك اشياء ساتذكر هذا اليوم كتبها الله ولم نكن قد كتبناها ورايناها تحدث لان الله كتبها عنده نعم، وهناك منافع نستمتع بها، منافع العهد منه، بركات منه، لم نكتبها على ورق، لكننا نستمتع بها اليوم. نعم، إن كنتم لم تفعلوا ذلك لأنكم شعرتم أن كل شيء يسير على ما يرام وأحببتم الموسم، أتحداكم أن تكتبوا وثيقة حية حقيقية أساسية ويمكن تغييرها أليس كذلك؟ يجب أن يكون فيها أمورا لا نقاش فيها، نعم. يجب أن تحتوي على نحن ملتزمان تجاه بعضنا وملزمان بنمو بعضنا وبالخطة بالضبط، أيا كانت الالتزامات سنكون مخلصين، سنعبد الله معا، سيكون هناك أمورا لا نقاش فيها، لن تتغير لكن يمكن إضافة إليها باستمرار يجب ان تضيفوا الامور التي يضعها الله على قلوبكم لان هناك امرا يحرك الايمان حين تكونوا محددين في كلامكم مع الله ثم يستجيب تشعرون بروعه الامر وتتشجعون لتكتبوا المزيد فتشعرون بالحماس الشديد كنا نريد ان يكون لدينا تقييما لكل خطوه في علاقتنا كيف سنتعامل مع بعضنا البعض؟ كيف سنتعامل مع أولادنا؟ كيف سنتعامل مع عالمنا؟ كيف سنتعامل مع المال؟ هذه كلها أمور لا يمكنكم أن تتركوها تحدث بالصدفة. كيف سنتواصل؟ بالضبط، كل شخص يحتاج مكانا ليحلم فيه. نعم. مكاننا كان المطعم الصيني، والآن كرسيان في حجرتنا نجلس عليهما فيمنع في الشجار، ننظر إلى بعضنا ونكون لطيفان، يحظر الشجار هناك. ثم نحلم باشياء ان كنتم تحبون تخيل الشكل قصوا صورا من مجلات صوروا اكتبوا واجعلوا حياتكم تدور حول حلمكم لان الله يحاول ان يبني شيئا كبيرا في داخلكم لذلك يجب ان تحلموا لكن اسمحوا لي ربما هناك ازواج هنا توجد قمامه كثيره على سطح السفينه لذا اول شيء تفعلونه في تنفيذ خطه حلمكم ان تنظفوا السفينه وهذا عنوان الحلقه القادمه